السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة مع بداية جديدة نعرف بيها معلومة جديدة اللي أول مرة يتفرج علينا. أنا رحاب الشناوي، أخصائي تغذية علاجية وسمنة والنحافة على القناة عندنا، مهتمة بكل حاجة ليها علاقة بالصحة والتغذية والأكلات الصحية كمان. في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن توبيك مهم جدا، عن المايكرويف. هل المايكرويف في مشاكل او في خطوره في البيت، او هو ممكن يبقى غير امن، او بيدخل اشعاعات مثلا لجسمنا، او على اللونج تيرم المايكرويف في مشكله؟ حلقتنا النهارده عن المايكرويف، وهجاوبكم على السؤال ده واقول لكم كل حاجه تخص المايكرويف. اهلا بيكم. المايكروويف امن ولكن بشروط، قولا واحدا المايكروويف امن ولكن بشروط. ايه هي بقى الشروط؟ رقم واحد، وانا بشتري المايكروويف وعندي اوبشن انا لسه بشتري مايكروويف مش موجود عندي في المطبخ طبعا مش هنروح نشتريه، ساعتها لازم اتاكد ان هو ماركه يكون محترمه، ماركه معروفه كويس جدا، عشان معايير الجوده والامان تكون موجوده واكون مطمنه. طيب رقم اتنين، اكيد يعني اكيد النظافه، نظافة المايكرويف مهمة جدا، واحنا كستات في الوطن العربي كله النظافة دي احنا ما بنتوصاش، يعني لازم يكون دايما نظيف بالليمون وزي ما انتوا عارفين كده، بحيث النظافة دي مهمة ما يبقاش فرصة ان يكون فيه بكتيريا. رقم ثلاثة بقى مهمة قوي، الاواني او الاطباق اللي احنا بندخل فيها في المايكرويف لازم 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 تكون ليها شروط معينة. يعني ما ينفعش ان انا ادخل في اطباق بلاستيك، ما ينفعش ان انا ادخل في اواني معدنية، لا بشتري اطباق بيكون مكتوب عليها الماركه او العلامه ان هي دي تصلح للمايكرويف تمام، او ازاز. لكن اطباق بلاستيك يقول لك اه دي ينفع تدخليها المايكرويف ومش مكتوب من ورا ان هي عليها الماركه دي، يبقى دي ما ينفعش تخش المايكرويف وبتدخلنا في مشاكل على لونج تيرم، يبقى الاطباق اللي احنا بنسخن فيها. طيب والطبق بقى بيلف جوه في المايكرويف وبنتك واقفه بتتفرج عليه مثلا او حاجه، لا ما ينفعش، لان هي كده قريبه قوي من موجات اللي هي بتطلع دي، فبرضه بتدخلنا في مشاكل بعد كده. طيب ايه تاني نقطة مهمة جدا بقى، هل ينفع ان انا احول جوه المايكرويف من حالة لحالة؟ يعني انا طلعت كيس لحمة من الفريزر، ينفع افكه في المايكرويف احوله من حالة المجمدة لحالة السايلة؟ مش مفضل خالص ومش مستحب خالص، مفضل بس ان احنا نسخن فيه. لكن حتة ان انا افك حاجة مجمدة احنا اتكلمنا فيها وقلنا لا بنحطها في درج التلاجة لحد ما تفك خالص، عشان الروابط البروتين دي ما تتكسرش ونستفيد من البروتين اللي احنا بناخده، فما حولش فيها حاجة من حالة لحالة. طيب نقطة تانية، ايه الاكلات اللي انا ما ينفعش ان انا اسخنها في المايكرويف؟ اه في اكلات ما ينفعش نسخنها في المايكرويف، زي البيض ما ينفعش، زي اللبن، اللحوم المصنعه اكيد اللي احنا اصلا ما بندخلهاش البيض، فالحاجات دي ما ينفعش ان انا اسخنها في المايكرويف لان سطحها بيقدر ان هو يتفاعل بسرعه مع الموجات اللي هي بتطلع دي، فدي مش مفضل ان انا اسخنها في المايكرويف. تمام. او الحاجات خلي بالكم كمان، الاكلات اللي بيبقى فيها توم ما ينفعش ان احنا نحطها في المايكرويف. طيب انا وانا بسخن الاكل جوه، لو الاكل خرج في حاجه سخنه وحاجه بارده، ده فرصه ان في بكتيريا تبقى موجوده ويعمل لنا مشكله. طب الصح ايه؟ ان الاكل كله يتسخن بدرجه حراره واحده. فانا عشان اقدر ان انا اوصل للقصه دي، لو انا مثلا بدخل قطعه مكرونه مثلا بشاميل، بدل ما تدخليها كامله حاول ان انت تقطعي المكرونه، هتبصي ساعتها تلاقي بدل الموجات لسه على ما تدخل جوه قطعه اللحمه، قطعه المكرونه هتاخد وقت طويل. وقاعده عامه ده هيفقدها القيمة الغذائية بتاعتها. يعني أنا بسخن أكل على البوتاجاز، عليت النار أو الأكل فضل مدة طويلة على النار، بيقلل القيمة الغذائية اللي في الأكل والفايدة اللي احنا بناخدها. نفس الكلام لو أنا في الميكرويف قعدت فترة طويلة قوي عشان أسخن طبق مكرونة، بتقلل القيمة الغذائية بتاعته. فالأفضل إن أنا ساعتها أبدأ إن أنا أقطعها بحيث الموجات تدخلها بسرعة، تخش جواها بسرعة، فتسخن المكرونة بسرعة، وكمان الحرارة كلها تبقى واحدة، يعني كلها تبقى سخنة، مفيش حاجة باردة وحاجة سخنة، فميبقاش فيه فرصة لظهور البكتيريا. كل ده الاحتياطات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنتعامل مع الميكرويف. غير كده الميكرويف آمن يا جماعة ومفيش أي فيه مشكلة، ودمتم دايما أصحاء وبخير وسعادة يا رب. معلومة سهلة وبسيطة وكده فهمناها خلاص. أشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.